صورة مع مصطفى عمر تتحول لخبر جواز يقلب الدنيا؟ اشمعنى؟ ليه؟ يعني كل الفنانات بتصوروا مع اي نجمة هو بتشتغل معاه. ايه ولا في اي صورة مثلا يعني مش حاضنين بعض مثلا ولا مأنجشين بعض ولا اي حاجة نهائي؟ واشمعنى هو ده يعني؟ هو هتلاقي واحد كان مزاجه رايق او عايز يعمل ترند او حاسب لقينا بعض مثلا. والله هو انسان محترم جدا وفنان محترم جدا ومجوز انسانة جميلة وبيحبها وكان عمل في اتقابلنا فيه في دبي وتصورنا الصورة دي من جوه كواليس اللوكيشن اتقلبت لجوازه. انا مش عارفة ليه. بس كلمك مصطفى قمر او حصل او انت كلمتيه؟ ضحكنا بس وكلمنا هي مكالمة واحدة بس وضحكنا على بعض. ما دخلتش في الخط. بس هو الافيف ايه؟ ان احنا كنا بنعمل مسلسل انا طالع فيه مراته وهو طالع يعني في واحدة تانية بتحبه اللي هي مي سليم. اوكي. فكانوا مركزين قوي ان هم ما ينشروش اي صور هو ومي سليم علشان الناس ايه ما تحرقش القصة. فنزلت صورتي انا وهو فضحكت قلت له يعني انت خفت من مي سليم جت فيا انا؟ قعدنا قلت له دبست بقى وجت عليك اشاعه وعليا اشاعه قعدنا نضحك بس وخلاص يعني. كنت تدبسي بقى قريب؟ لا لا ما فيش من غير حياة وشغل لا خالص يعني حياتي الخاصه ما اكيد ليك ما بتكلمش فيها نهائي لما يبقى في نصيبها بقول. ايوه بقولي لي انا اقول واحد ارجوك ان شاء الله. يحيى الفخراني تحب تقولي له ايه؟ انسان جميل جدا وفنان جميل جدا وتعلمت منه حاجات كتير جدا ووحشتني قوي قوي وانا بحبك ويكفي هو عارف انا بحبه قد ايه ويكفي ان انا سميت ابني يحيى على عليه طبعا. اكتر حاجه شايلاها ليحيى الفخراني لحد دلوقتي؟ شايلاها ليحيى الفخراني او يعني بص هو الراجل كان جميل جدا وصاحبي فتره من الاوقات ويعني كان سبورت ليا وشغلني معاه في لا انا أو مش هو اللي شغلني معاه في عباس الابيض بس لما اتعرفت عليه يعني خدني في لير الملك لير في الملك لير وهو كان متحمس لي جامد جدا وبس